الجهات التعويضية في العربي مع مؤسسة قطر ميدل وكذلك الفعالية اللي بدات في المغرب. وهذا شرف كبير باش نحضروا في هذه المؤسسة وهذا الشرف الكبير ديال جامعة محمد السادس اللي فعلا هو فخر لينا وفخر للمغاربة كاملين. هذا اللقاء هذا الحضور ديالنا جا الدعوة ديال عزلة الشاوي اللي قدمت واحد الفكرة ديالها ديال بناء مشروع متكامل ديال مركز ثقافي اللي غادي ناخذوا فيه البعد البيئي والبعد الإنساني والبعد الثقافي. محاولين تكميل المرور الثقافي ديال هذه الضرعة بصفة عامة وواحد محامي باعتبارها آخر واحد في الضرعة وكتعاني من مجموعة ديال الاختلالات وخصوصا الهجرة كانعكاس مباشر ديال التغيرات المناخية. وهذه الهجرة كتأثر على المرور الثقافي لأنه كيوقع علينا واحد الإشكال ديال الهجرة لأنه كتكون لاكلاس مويان يعني الجيل الوسط الطبقة المتوسطة وما كتبقاش بين الأجيال كيكون واحد الفراغ بين الجيل ديال الكبار وديال الأطفال. وأهم حاجة وأهم ربما مفتاح ديال التنمية والله نموذج التنموي الجديد هو تتميم المعرفة المحلية. هذا هو المدخل.